لماذا سمى القرآن الأرض فراشا؟ ولماذا سمى الأرض بناء؟ ما هي الاكتشافات العلمية الحديثة التي تؤكد دقة كلمات القرآن؟ وهل بالفعل استغنى العلماء عن كلمة فضاء لم يعد لها معنى ويجب أن تستبدل بكلمة بناء؟ هذا ما سوف نتأمله اليوم أيها الأحبة في لقاء مميز عن الإعجاز الكوني في القرآن الكريم ومع أول آية من آيات الإعجاز في القرآن العظيم. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، سنتأمل من خلال لقاءات عديدة جدا الآيات الكونية والعلمية والنفسية وفي عالم الطبيعة والمخلوقات وعالم اللغة والبلاغة وكل ما يتعلق بأوجه الإعجاز العلمي في القرآن العظيم. ويمكن أن أقول لكم كل آية في القرآن فيها معجزة. الآية هي العلامة والدلالة والبرهان على صدق شيء ما، العلامة التي تدلك على شيء ما. فكل آية سميت آية لأن فيها إثبات على أن القرآن كلام الله، ولأن فيها إعجاز أو معجزة لا يمكن لأحد أن يأتي بمثلها. لماذا الأرض فراش والسماء بناء؟ ما الفرق بينهما؟ ماذا يقول العلم أيها الأحبة؟ هناك اكتشافات علمية كثيرة جدا أخي الحبيب في مجال علوم الأرض وفي الكون تؤكد لنا بالفعل أن الأرض بالنسبة لنا أشبه بالفراش الذي نتكئ أو ننام عليه ونرتاح. ما يسمى بالجاذبية الأرضية. بغض النظر عن تفسيرك للجاذبية، هل هي أمواج؟ هل هي شيء آخر؟ ولكن هي موجودة، والذي نعلمه أن الأرض تجذبنا إليها وتجعلنا نرتاح. طيب، سأعطيك مقارنة بسيطة أخي الحبيب مع رائد الفضاء. إذا صعدت إلى الفضاء وفقدت هذه الجاذبية وابتعدت عن الأرض بحدود أكثر من 100 كيلومتر، ستصبح في مستوى ما يسمى الجاذبية صفر، تنعدم الجاذبية، ستجد نفسك معلق في في الفضاء، معلق هكذا. إذا أردت أن تنام لا تستطيع. رواد الفضاء يضعون أشياء تضغط على رؤوسهم ليشعر بشيء من الجاذبية، وقد ينام رائد الفضاء واقفا هكذا ولا يعلم الاتجاهات، لا يوجد أسفل وأعلى ويمين وشمال. نحن هنا على الأرض نعلم بفعل جاذبية الأرض أن الأسفل تحت أقدامنا، أما في الفضاء الأمور غير معلومة. لماذا؟ لا يوجد جاذبية، لا يوجد اتجاه تنجذب نحوه. رائد الفضاء إذا أراد أن يقضي حاجته، هذه مشكلة، لا يوجد جاذبية تجذب هذا السائل أو البول، فيضطر لاستخدام أدوات خاصة لكي لا يلتصق به مثلا. إذا أراد أن يفعل أي شيء غريب عليه، بالفعل وجود جاذبية على الأرض مناسبة للإنسان تشبه تماما الفراش الذي يضمك أيها الإنسان فترتاح عليه. لاحظت التعبير الدقيق هنا أخي الحبيب. الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وفي آية عظيمة، الآية 21، يذكرنا بنعمه. وهذا أول نداء في القرآن، أول نداء بكلمة يا موجه للناس في القرآن. أول نداء في القرآن وجه لمن ليس للمؤمنين وليس للعرب وليس للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لقريش، لا، يا أيها الناس. هذا دليل على عالمية القرآن، أن القرآن يخاطب البشر جميعا.
لا يخاطب فئة من الناس، يا أيها الناس، كل الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا يذكرنا القرآن بأن نتوجه بالعبادة لمن خلقنا، وليس للمال، ليس لفلان أو فلان أو فلان، لأن كل هؤلاء هم مخلوقون، لأن كل هؤلاء الناس خلقهم الله، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن هؤلاء أخي الحبيب عباد مثلك، فتوجه بعبادتك إلى الخالق عز وجل. طيب هذا الخالق كيف نعلم أنه هو نفسه الذي أنزل القرآن؟ بعض الملحدين يقول لك أنا ما الذي يدريني أن الله الموجود في القرآن هو خالق الكون؟ تعال معي لتتعلم السر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي يعني هو سبحانه وتعالى، الذي جعل لكم الأرض فراشا. طيب من يستطيع في ذلك الزمن أن يستخدم هذا التعبير الدقيق، الأرض فراشا؟ الأرض أخي الحبيب هي الوحيدة بين كواكب المجموعة الشمسية الممهدة والمسطحة والتي تستطيع أن تعيش فيها. المريخ غير قابل للحياة، القمر، انظر إلى الحفر على القمر والوديان، ويعني غير قابل للحياة، غير ممهد، ليس فراشا. انظر إلى بقية الكواكب، الزهرة وغير ذلك، ليست فراشا. الأرض فقط كرة زرقاء جميلة ممهدة فيها البحار أكثر من 70%، فيها هذا الغطاء النباتي، فيها درجة حرارة مناسبة، فيها السكون في الليل، فهي فعلا مثل الفراش. طيب إذن هذه الآية دقيقة علميا. والسماء بناء، هذا مصطلح جديد، والسماء بناء لم يتعرف عليه العلماء إلا حديثا جدا في قبل 200 أو 300 سنة، عندما وضع العلماء أسس ما يسمى بعلم الفضاء، كانوا يعتقدون أن معظم الكون فارغ، فأطلقوا عليه الفضاء، سبيس، فراغ. كانوا يعتقدون أن هناك نجوم تشغل حيز ضئيل جدا من الكون، أقل من 1%، يعني نسبة قليلة جدا، وبقية الكون كله، فأطلقوا عليه الفضاء. ولكن عندما تطور العلم في العصر الحديث وجدوا أنه لا وجود أصلا للفراغ، لأن كل مليمتر في الكون فيه إما مادة أو طاقة أو أمواج جاذبية، وهي نوع من أنواع الطاقة، يمكن أن نعتبرها كذلك. إذا لا يوجد فراغ في الكون، لا يوجد فضاء. فلذلك منذ 30-40 سنة بدأ العلماء يستخدمون كلمات مثل building، cosmic building، بناء الكوني، structure يعني بنية الكون، يتحدثون عن لبنات بناء في الكون، المجرات هي لبنات بناء، وأن الكون مليء بالمادة المظلمة التي هي أكثر من 95% من حجم الكون وتسيطر على الكون، وبالتالي ليس هناك فراغ. فبدأوا يستخدمون كلمة بناء. طيب الإله الذي خلقك أيها الملحد هو الذي بنى هذا الكون، وهو الذي استخدم هذه الكلمة هنا في القرآن لتدرك أنه هو سبحانه وتعالى نفس الإله الذي أنزل القرآن. لاحظت معي هنا أخي الحبيب، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعل هذا الملحد ندا لله،
يعني مماثلا لله أو شريكا لله. لا تجعل المال شريكا لله سبحانه وتعالى. وبالتالي أنا أرى أن هذه الآية من آيات الإعجاز العلمي التي تؤكد أن الذي خلق الكون وخلق الفراش وهو الأرض والبناء هو الذي أنزل القرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.